صعب علي روح على البيت. شو رأيك نروح نتمشى؟ نتمشى يعني ما ايه بنغير جو. ماشي نتمشى. يلا امشي. شو ماشين؟ ايه ماشين سعيد، لانه اصلا ما عاد بقى يعني غير شغله نص ساعه. ما عاد استناني شوي عاوزه. حبكيت هلا معك تعوزه؟ اجلها طول النهار وشك بوشها، شو بدك منه؟ معلش معلش استنى اذا بتريدي، كاني انا عرفت الموضوع اللي عايزني فيه، معلش. موضوع مهم؟ ايه موضوع كثير مهم. يعني بتطول؟ ما بعرف سعيد بنطول شيء؟ شيء نص ساعه. معلش بستناك تحت لو نص ساعه لو ساعه، خذ راحتك. شوف اللي اجوا سألوا عنك امبارح اجوا اليوم. سعيد انت اكيد بتعرف شيء ومخبي عني لانك عم بتلح على الموضوع، اكيد بتعرف شيء. لك انا مهتم بالموضوع لاني خايف عليك. لا ما عاد رجعوا سألوا عني، ما عاد رجعوا سألوا عني، بس انت اكيد في شيء ببطنك. احكي يا سعيد احكي، لا تخوفني. لك ما في شيء ببطني، شو في ببطني؟ بس طالما اجوا سألوا معناتها لازم نحسب حسابنا، فهمت اخي سهيل؟ لا اطمن ما عاد رجعوا لعندي، خوفت. يلا عن اذنك بخاطرك، صحيح قبل ما انزل يعني ثناء عم تعزمني كثير، قلتك ليش عم تعزمني؟ لك مبينه مشان تعزمها. هيك قلتها؟ رح اختمك. ها لا 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 تختمني، يلا عن اذنك تعي. الله معك. خلصت عنه تحي؟ خزيت العين حولك، خزيت العين تقبر قلبي. شو بدك خالتي؟ سألت عنه كل ما عارفه، وسألت عنه بمكان عمله، وسألته له شخصيا، وعملت تحقيق مطول عنه، قدرت أعرف عنه كل شيء عن قرب. طيب وشو رأيك فيه؟ لا غبار عليه، رجل كادح وملتزم وبيحب عمله وشغله، يعني وما في حوله أي شبهات. بدي أسألك، ضربت له في شيء عنكم بالشغل؟ ضربت له في شيء. شو طلع؟ لا طلع وضعه ممتاز. إن شاء الله بتقبر قلبي يا فارس، الله يرضى عليك، جيب لي هالفيشة خليني أشوفها ولو مرة. مستحيل خاتي مستحيل، هاي الشغلة تعتبر سر من أسرار العمل وممنوع حدا يطلع عليها. لك شبك أنت نظام؟ تطليعة بتطلع فيها وبرجع لك إياها شوف فيها. لا تطليعة ولا غير تطليعة، هذا خط أحمر، أنت اللي بدك إياه عرفتيه. صدقيني هذا الرجال مناسب لإفتكار، أكثر واحد مناسب لإفتكار. لا تقبرني، مو هو أكتر واحد مناسب لإفتكار، في واحد مناسب أكتر منه بكتير. طيب أعطيني اسمه أنا بسألك عنه إذا بدك. إيه ما في داعي تسأل عنه، بتعرفه عز المعرفة. مين هو؟ حضرة جنابك. يا خالتي يا خالتي صرت أقول لك مليون مرة أنا متجوز، أنا متجوز. إيه بس مرتك ما بتجيبه لا. طلعها يا أخي وخذ إفتكار، خليها تبذر لك، خليك تحطهم بالعتبة وتعدهم بالقصبة. شو أنا؟ هيك هلا بتجيب أولاد ولا ما بتجيب أولاد؟ هذا كله من الله. بعدين بحب أقول لك شغلة، أنا ومرتي بنحب بعضنا وماشي الحال. ها إذا ما بدك تندم، بعد 20 سنة بتقول يا ريت يا ريت سمعت كلمة خالتي وتجوزت إفتكار. خالتي بدك شيء قبل ما أمشي؟ وليش انهزيت؟ عزمتك على الغدا تقبرني عود، هلا بتجي بنت خالتك بعد دقيقتين. لا أنا مستعجل وعندي شغل. لك وينك تعال هلا؟ مع السلامة. إلهي بكسرة قلبي لربي تروح تلاقيها حردانة يا حق. هيك هيك تاريخ قديم. عصبتك معي سهيل لا تواخذني. إجا سعيد. الله لا كان جاب الغلا. مرحبا. شو سعيد طمني شو صار معك؟ لا ما في شيء، بدهم ياني مشان السيارة المسروقة. إيه التقي؟ هو وين بدها تلتقى؟ موزعة قطع غيار بالبلد كلها. بس الحمد لله لقوا الحرامية. ألف الحمد لله، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. سعيد بدي اسألك مشان بكره مشان العزيمة اللي عندك على الغداء، اسعر لي شي طقم البسه ولا روح هيك معلي. شو ما بدك تلبس ما بتفرق. خايف إذا رحت هيك يعني عدم المؤاخذة يعني، بس ما أعجبها لنهلة يعني. لا يا سهيل، لك أنا معرفك على وحدة أكابر وبتفهم ومو معقدة نهائيا، وحدة بتقول اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه، مو معقدة. لا أنا ما عاد أقدر أتحمل بنوم، تخنتوها كثير، أنا ما بقدر أشتغل بهي الظروف الصعبة. عفوا عفوا، لحظة أني سيفتك. أمر. لو سمحتي وقعي لي الطلب قبل ما تروحي. طلب شو؟ طلب البكالوريا، يعني عفوا إجازة مشان فحص البكالوريا لأنه بيبدأ الفحص الأسبوع الجاي. كم يوم؟ شي 15 يوم. 15 يوم مني، بس حل عني.
سعيد غريب، ليش بتضلها معفنه على طول؟ مسببك طار من ايدي. مين سهيل؟ ايه بطيخ سهيل، بكره رايح يتعرف على وحده. ايه ولا يهمك، لك الف واحد بيموت على صرمايتك. لسه بتقلي الف واحد، قولي لي اسم من بين هالالف. فارس ابن خالتي. ولي على قامتي، لسه كل كلمه والثانيه فارس ابن خالتي. اصلا ما جاب اجلي غير فارس ابن خالتي، من انا وصغيره افتكار لفارس وفارس لبطيخه، ولما جد الجد حضرته راح اتجوز غيري. لكان لك ما عم يجي يا اولاد، بكره فارس بيطلقها وبياخدك انت. الله ياخذني ان شاء الله. فارس ما بيطلقها، فارس بحبها لمرته. يمكن كاتبت له حجابها. ايه لا كاتبت له ولا شيء، بس انت ما عم تعملي له مثلها. وشو بدي اعمل لك بنتي؟ البسي مثل العالم، اتحمري، اتبودري، شغلي عيونك. لكن انا شنو لفت نظر ابوكي غير بالرقص والفقش والحركات والشركات والبركات؟ وانت لازم تتعلمي وتساوي مثل حكايتي مشان تلفتي نظر فارس ابن خالتك. امي ما بعرف اعملها لهي، لكون مشان هيك ما لفتت نظر لسهيل. بعدين يا عمي الله ما انشاف بالعقل انعرف، شلون بدك ياني اتحمر واتبودر وحركات وشركات وبركات وروح على بيت رجال متجوز مشان الفت له نظره؟ ما حلوه لا بحقي ولا بحقه. انت لا تروحي، انا بجيبه لهون لحد خدمتك. دخيلك لا تجيبيه، انا ما بطيقه لهذا فارس، ما بطيقه. انا بحب سهيل، لك بكفي طول يوم. يلا ما ينتسبك حبه برص، ان شاء الله بتحبك الهي عنكبوته بسبع رجلين. قومي يلا، قومي غيري لي هالاواعي وتعي ساعديني بالمطبخ. يلا قومي قومي يضرب هالجيل. وينك يا عبد الوهاب؟ الله يرحم طرابك، تعال شوف بنتك شو عم تعمل فيني. لك ايش بكم مبوزمين؟ كانكم قاعدين بمكتب. حكوا فرشوا افتحوا دروشكم مثلكم مثل غيركم، بكذا تروحوا على البيت لقوا حالكم ملانين. معكم عملي يا نيتشي. ثناء شمك ثناء؟ كأنك زعلاني. متخانقة أنت وأمك بالبيت شي؟ لا ماني متخانقة أنا وأمي بالبيت. سهيل لساتك بدك تروح مع سعيد اليوم؟ طيب ما بدنا نروح نشوفها للمخلوقة؟ ما بنصحك. ليش؟ يعني البنت اللي منقي لك ياها سعيد ما بتلايمك يا سهيل. ليش؟ في حواليها مسموعيات. انت شو معرفين؟ يعني صار معرفة على أكثر من عشرة ولا واحد فيهم ضباط. طيب ما عرفتيني ليش ولا واحد منهم ضباط؟ الله أعلم، بيرافقوها شهرين وبيتركوها. سناء أرجوكي سناء، احكي بشكل واضح، ما عم بفهم عليكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي بصراحة البنت سهلة المنال ولقوت شد إيدك ومسروعة وما بتنحوى ببيوت وما في واحد عم يرضى يضبها. فهمت المنال وممكن تنحضر بيوت مثل واحد عم هي مواقف فظيعة. طيب يا ثناء بجوز هي يعني بجوز هي القصص كلها يعني شلون بدي لك اشاعات، لانه الناس عدم المؤاخذة عنا هو بتألف كثير بتلعي. لا لا مو اشاعات، انا عم اقول لك من مصدر موثوق يا سهيل، ما بتثق فيني. طيب ماشي بنروح وبنشوفها، اذا ما عجبتنا ما بنكون خسرنا شيء، بنكون بالعكس كسبنا غدا. سهيل بدك نصيحتي؟ انت ما بدك معلمة، انت بدك موظفة مثلك مثلك كنا. ويا عيني يا عيني اذا كانت موظفة معك بنفس الدائرة، والاحسن والاحسن تكون موظفة معك بنفس المكتب، هيك انت بتفهم عليها وهي بتفهم عليك. مظبوط معك حق، كلامك كتير صحيح، وانا بالعكس انا مو ضد ابدا. معك حق، بس وين هاي المخلوقة؟ وينها عم دور علي. بس لا شوفتينا ما عم لاقيها، انت دليني عليها وانا بروح ازعف لعندها. ولك انت شو الخبز مخبوز والميه بالكوز. ما
متخانقة هي وأمها ما في مجال.